كانت المشاركة ديالنا من مدينة كازا، أول مرة كنخرجوا من مدينة آسفي وكنشاركوا، شاركنا في مدينة كازا وكان توفيق. قبلنا النتيجة ديال أننا تأهلنا ستاندارد. كنقول لك راه أي واحد كتعيط ليه لواحد البرنامج كتكون في الأول فرحة، راه بيان سي راه أي واحد غتعيط ليه تقول له راه غدوز في برنامج ستاندارد، غدوز قدام الناس قدام كذا، غيتعرف عليك واحد العالم آخر ما كانش كيعرفك، اي واحد غادي يفرح. حنا اصلا كنا مدين معنا لي سكيتش اللي كنا كنخدموا في مدينه اسف، فهمتي؟ من بعد مشينا تما وجاوج ما لقاوش معنا صعوبه وصوالح، كان كيخدموا معنا بشكل مزيان، كنلقاو عندنا لي سكيتش واجدين، كان كيعجبهم داكشي اللي كنديروا، والحمد لله يعني كان تجاوب ما بين جاوج وصوالح معنا، كنا بخير الحمد لله. بصراحه ما توقعناهاش، درنا اللي علينا، الجمهور تفرج في داكشي اللي درنا، شاف داكشي اللي درنا، حنا ما ملي قالوا الاقصاء صافي درنا ريوسنا ونزلنا. احسن حاجه دينا من ستاند اب هي اننا دينا واحد الجمهور اللي تفرج وعجبو داكشي اللي درنا. ما هي كما كيقول لك سميتو القيمه الماليه ماشي هي كلشي، الجمهور هو احسن حاجه، والحمد لله حنا كسبنا قلوب ديال المغاربه وهذا هو الرباح عندنا.